أهلا بكم في هنا البحرين. ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب اجتماع لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص بحضور أعضاء اللجنة، ليسلط الضوء على مبادرات تمكين الشباب وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات والعمل على إدماج احتياجات الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص. مزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب السيدة روان بنت نجيب توفيقي عن تقديرها للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في سبيل تحقيق رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الخاصة باللجنة، والوصول إلى تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والرامية إلى تسليط الضوء على مبادرات تمكين الشباب وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات. أول شيء احنا دائما فخورين بأعضاء لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، لأن هم جدا جل اهتمامهم الشباب البحريني وتمكينهم في جهات عملهم. فإحنا الحمد لله هذه ثاني اجتماع للجنة تمكين الشباب وأول اجتماع في هذه السنة، وكان اجتماع مثمر جدا، تكلمنا فيه عن مبادرات وقرارات كانت من مخرجات اللجنة، وهي مبادرة الشاب الاستثنائي والاحتفال به في يوم الشباب البحريني. إن شاء الله يعني راح الشباب البحريني دائما يكونون ممكنين وملهمين في جهات عملهم من خلال تمكينهم والاستماع لآرائهم. والله هي التطلعات جدا ممتازة بالنسبة حق فئة الشباب في القطاع العام وفي القطاع الخاص، أنا بنمكنهم أكثر، طورهم أكثر، نعطيهم حوافز وإنسنتيفز علشان يكونوا متميزين. وطبعا احنا تركيزنا في هاللجنة انه يعني ما في فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام في تمكين الشباب وتمييزهم، ان احنا كلنا يد واحدة ونتعامل مع بعض في ان احنا نميز الشاب ونمكنه الى الاحسن ان شاء الله. لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص ناقشت النقاط المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها عرض مقترح تشكيل اللجان الدائمة في الجهات الحكومية والخاصة والهادفة إلى خلق بيئة داعمة للشباب تساهم في تطوير النماذج الشبابية الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة داعم الشباب، وهو بمثابة اعتماد من قبل اللجنة للجهات الحكومية والخاصة، والتي تؤكد اهتمامها بالشباب ودعمهم وفق معايير واشتراطات محددة. بما أن لامع يتكون من شباب 1% من شباب البحرين المميز، فدورنا شلون ممكن ننقل هاي التجربة اللي أدت إلى وجودنا في لامع إلى الشباب البحريني، وفي نفس الوقت شباب لامع من الشباب اللي دائما عنده أفكار جديدة وتطلعات إلى التطوير والبناء في المجتمع البحريني. طبعا اليوم احنا لنا تطلعات كبيرة في اللجنة لتمكين الشباب، احنا واثقين في شبابنا البحريني، وهذه اللجنة اليوم راح تسن قوانين في مصلحة الشباب وتغييرات جذرية أيضا. في الواقع رئيسة اللجنة والأعضاء حريصين جدا لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. في اجتماعنا اليوم ناقشنا كثير مبادرات مهمة راح تعلن إن شاء الله في وقتها لها علاقة بتمكين الشباب البحريني، الأفكار جدا طموحة، راح نساهم في إشراك جميع الشباب في جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي أن فعلا يبرز عملهم ويكون لهم محل تقدير دائما. تشكل هذه المقترحات والمبادرات انطلاقة نحو المزيد من الاستراتيجيات الموجهة إلى تمكين الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات. بحضور القاضي عيسى بن سامي المناعي وكيل الوزارة العدل والشؤون الإسلامية وحضور فضيلة الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى ولفيف من السادة النواب والوجهاء والمشايخ وأولياء أمور الطلاب والطلاب،
أقام مركز عبد الرحمن من جاسم كانو لتعليم القرآن الكريم التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتميزين وتكريم الفائزين في مسابقة عبد الواحد أجور القرآنية. تحظى مسابقات القرآن الكريم في مملكة البحرين اهتماماً كبيراً على مختلف المستويات من خلال مواصلة ترسيخ أهمية القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وتعزيز مكانة حفظة كتاب الله من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة في المحافل المختلفة. طبعاً أفضل ما تصرف فيه الأوقات وأفضل ما تبذل فيه هذه الحياة أن تصرف هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعظم عبادة يتقرب فيها المسلم إلى ربه جل جلاله هو أن يعتني بكلامه سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وتفسيرا وعملا، فأفضل ما تصرف فيه الأوقات في طاعة الله وأعظمها في كتاب الله عز وجل، وحفظ كتاب الله عز وجل هو حفظ للعبد أولا ثم حفظ للمجتمع وحفظ للأمة. أهمية هذا اللقاء إذا كان يقال أن كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف بحفل يقوم بالاحتفاء بكلام ملك الملوك؟ فلا شك أن هذا يعطي المستوى الحقيقي لمثل هذا الحفل، وإن كان هناك أمر يهتم به فلا أهم من كلام رب العالمين، وإن كان هناك سبيل لتربية ناشئة نهجا قويما سديدا فلا شك أن كلام رب العالمين هو الصراط المستقيم. تهدف مثل هذه المسابقات إلى تنمية الشعور بأهمية حفظ وتلاوة القرآن الكريم والاعتزاز بمقومات الهوية الإسلامية وغرس قيم القرآن الكريم وخدمة مناهج التربية الإسلامية في جميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى إعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والإقليمية والدولية. في نهاية كل موسم نعمل الاحتفال السنوي، في هذا الاحتفال نكرم الطلاب والناشئين ونشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، وهذا يشجع كل أولياء الأمور أن يبون أولادهم يشاركون أو يكونون أعضاء في هذه المراكز. إحنا اليوم في نحتفل بتكريم هذه الناشئة وهو تكريم لهم، وهم يعني هذه من الأشياء البسيطة التي نقدمها لهذه الناشئة، يعني فرحة بهم أنهم حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. تسهم مثل هذه المسابقات في إعداد جيل صالح مسلم متخلق بأخلاق القرآن متزود بآدابه مهتد بهديه ليستطيع مواجهة تحديات اليوم والمستقبل. عقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعه الاعتيادي التاسع بقاعة مدير عام أمانة العاصمة بالمنامة برئاسة المهندس صالح طرادة رئيس المجلس، واستعرض المجلس 5 توصيات للجنة الفنية تتضمن تغيير تصنيفات في عدة مناطق، كما قدم المعنيون في مؤسسة التنظيم العقاري عرضا بشأن منصة بنك المعلومات العقارية عقاري، والتي تعد من الخدمات المبتكرة لمواكبة التحول الرقمي بالتوازي مع تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024. مزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي. ناقش مجلس أمانة العاصمة 5 توصيات للجنة الفنية تضمنت تغيير تصنيف عقارات في كل من مناطق القضيبية، توبلي وسنن، حيث جرى التصويت عليها جميعا وتمت الموافقة عليها. وعادة نحن نوافق على تغيير تصانيف بعض العقارات حسب طلبات المواطنين، فهذه الطلبات تعرض على مجلس أمانة العاصمة، طبعا تعرض أول على اللجنة الفنية واللجنة الفنية ترفع توصيات وإحنا ندرس التوصيات في الجلسة هذه وبعدين في يتم تصويت على توصيات اللجنة الفنية. طبعا اليوم جلسة مجلس أمانة العاصمة التاسعة بنناقش عدة تصنيفات في عدة مناطق في العاصمة، منها في توبلي والكورة والقضيبية وكذلك سند، في تصنيفات متعددة منها تصانيف من
إلى أنشطة شبابية ورياضية وكذلك سكنية. استعرض ممثلو مؤسسة التنظيم العقاري تفاصيل منصة بنك المعلومات العقارية عقاري، والتي تعد أحد المنصات الرقمية المبتكرة، حيث تتيح معرفة الحركة العقارية في مختلف مناطق البحرين. ينطلق في 8 و9 يناير الجاري منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته الثانية بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ. ويعتبر المنتدى منصة إقليمية للتواصل والتفاعل وبناء المهارات الخاصة بدعم العمل المناخي، حيث سيركز على الترويج لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة، مع التركيز على عنوان تحقيق الحياد الكربوني الصفري طرق تسريع التنفيذ. ومن المرتقب أن يستقطب المنتدى أكثر من 500 صانع قرار ومسؤول تنفيذي وخبير استدامة من مختلف القطاعات على مستوى المنطقة والعالم. تجسيدا لمستقبل التكنولوجيا والابتكار في دول الخليج العربي والوطن العربي، تعقد جامعة الخليج العربي المؤتمر الدولي الابتكار المفتوح والتحول الرقمي في الفترة ما بين 3 و4 مارس 2024 لاستكشاف آفاق جديدة في استخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، اللذان يعتبران من أهم أدوات العصر الحديث التي تعزز التقدم والتطور في جميع المجالات العلمية والعملية. إذ يهدف المؤتمر إلى تشجيع المشاركة والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لخلق حلول ابتكارية تضيف قيمة لحياة يومية وترفع الكفاءة والإنتاجية. إلى هنا متابعينا وصلنا إلى نهاية حلقة برنامج هنا البحرين، في أمان الله.